بالنسبة لي أذكار الصباح، هل ممكن إنها تقولها بعد الشمس ما تطلع؟ نعم يجوز. قلنا هي ليها وقت، إن أنا مثلا بصلي الفجر وبعد ما بصلي بقعد أقول الأذكار. أنا فريدي أنا صليت ومش قادرة أقعد ودخلت إني أنام وبعد كده صحيت، هقوم أجيب الذكر؟ لا مانع، فالذكر كله بركة وخير. إنسان يواظب بس ما يتركش الذكر، لأن دي من المأمورات بالكثرة فيها، إن إحنا نكثر من ذكر الله تعالى. حاضر يا ولاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى مبارك الذرية الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبك إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنها تكون ذرية طيبة صالحة موفقة، وإنها تكون من أهل القرآن الكريم حفظا وفهما وعملا وتلاوة وإقراء، ونسأله الإخلاص دوما لنا ولكم ولذرياتنا جميعا. اللهم الإخلاص، واجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. اللهم أمين أجمعين يا رب العالمين.